عاجل لواء مصري كبير يكشف عن تقرير سري حول الرئيس السيسي. ووزير العدل المصري في بيان عاجل يوضح موقف الدولة من إلغاء خانة الديانة في البطاقة، ولأول مرة تفاصيل من هو أول ضابط مصري عبر قناة السويس في حرب أكتوبر. وخبير عسكري يكشف سر التفوق العسكري المصري على الكيان الصهيوني في حرب أكتوبر. وفي مفاجأة لأول مرة وثائق بريطانية تكشف معلومات غير مسبوقة عن دور السوفييت في تحديد موعد هجوم مصر وسوريا على الكيان الصهيوني. والداخلية المصرية تعلن الكشف عن تفاصيل سرقة فيلة ابنة وزيرة التخطيط والتنمية بمدينة 6 أكتوبر. ننشر التفاصيل. في البداية احنا عاوزين نصلي على الحبيب محمد. جمعة مباركة عليكم. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان إن شاء الله تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لألف أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. لأول مرة تفاصيل عن من هو أول ضابط مصري عبر قناة السويس في نصر أكتوبر. يعد اللواء أركان حرب مهندس أحمد زكي عابدين أول ضابط مصري عبر قناة السويس يوم 6 أكتوبر من عام 73، وهو مؤسس إحدى كتائب الفدائيين التي كانت تقوم بأعمال قتالية. وعابدين من مواليد 46 بقرية بمحافظة بني سويف، وتخرج من الكلية الفنية العسكرية وعمل ضابطا بالجيش المصري، وتولى مناصب عديدة منها منصب الملحق العسكري في واشنطن، ثم تولى قيادة سلاح المهندسين، ثم عين رئيسا للهيئة الهندسية للجيش المصري، وتولى رئاسة هيئة تعاونيات البناء، ثم محافظا لبني سويف، ثم محافظا لكفر الشيخ، ثم وزيرا للتنمية المحلية، وحاليا يشغل رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة. قال عابدين إن عبوره للقناة كأول ضابط مصري كان وراءه قصة قديمة، فقد كان برتبة ملازم أول وكان قائد الجيش الثاني الميداني وقتها اللواء عبد المنعم خليل، يعرفه جيدا لسابق علمه بتنفيذ الضابط الصغير لنحو 53 عملية عبور شرق القناة أثناء التدريب. واللواء أركان حرب أضاف تم اختيار 10 ضباط ونحو 350 جنديا، وبدأنا التدريب على الأعمال الفدائية ضد العدو في شرق قناة السويس، وفوجئنا أن الجانب الصهيوني يضع نقاطا قوية وحصينة كل 6 كيلومتر، ورغم ذلك استطاعوا التسلل منها ونفذوا 53 عملية شرق قناة ما بين أسر لجنود وتدمير نقاط حصينة وعمليات استطلاع واشتباك ونسف دبابات وطرق وتلغيمها. مصدر معانا كم مصراوي، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. تحية ل أول ضابط مصري عبر قناة السويس في نصر أكتوبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. ووزير العدل المصري في بيان عاجل يوضح موقف الدولة من إلغاء خانة الديانة في البطاقة. أكد وزير العدل المصري عمر مروان أن خانة الديانة من أجل مسائل الأحوال الشخصية أمر ضروري، وأن الدستور نص على أن لكل من المسلمين والمسيحيين واليهود شريعته التي يستند إليها. وقال إن ذلك يدعم الحاجة إلى وجود محرر رسمي فيما يخص الديانة والذي يتمثل في البطاقة الشخصية. وكشف وزير العدل أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين محل دراسة حاليا، وعند الانتهاء من مراجعة جميع نصوصه سيحال إلى الحكومة ومن ثم إلى البرلمان. يذكر أن الحكومة والكنائس في مصر تمكنتا في يوليو الماضي من إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في البلاد بعد أشهر من الاجتماعات التي عقدت في وزارة العدل، وفشلت الطوائف المسيحية في التوافق على مشروع موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين لاختلاف تعاليمها بخصوص الطلاق والزواج الثاني، لتقوم الكنائس بإرسال لوائحها الخاصة إلى وزارة العدل التي عملت على تجميع تلك اللوائح الخاصة في مشروع قانون قام ببنائه على أساس لائحة الأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية باعتبارها أكبر الطوائف المسيحية في مصر. مصدر معنا كان من القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق
على هذا الخبر الهام والعاجل؟ يعني وجهة نظري الشخصية أن يعني لما نيجي مثلا حد يتجوز لازم يكون مكتوب في البطاقة إذا كان مسلم أو مسيحي، دي مهمة جدا، خانة الديانة في البطاقة. في وقت الزواج لازم يكون يعني موجود خانة الديانة إذا كان مسلم أو مسيحي، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وفي مفاجأة لأول مرة، وثائق بريطانية تكشف معلومات غير مسبوقة عن دور السوفييت في تحديد موعد هجوم مصر وسوريا على الكيان الصهيوني. كشفت وثائق بريطانية أن السوفييت هم الذين نصحوا الرئيس الراحل أنور السادات باختيار 6 أكتوبر عام 73 لبدء الهجوم على الكيان الصهيوني الذي كان يحتل سيناء. ووفقا للوثائق فإن أحد الجنرالات الروس هو الذي نصح باختيار هذا اليوم الموافق السبت الذي يطلق عليه اليهود بالعبرية اسم يوم كيبور أي الغفران العاشر من رمضان، أحد عناصر المفاجأة التي شلت حركة الكيان الصهيوني في الأيام الأولى للحرب. وتكشف الوثائق أن حجم الدعم السوفيتي لمصر وسوريا حتى قبل الحرب وخلالها كان أكبر بكثير مما يعتقد. وبعد شهور قليلة من انتهاء الحرب أجرى حلف شمال الأطلسي الناتو دراسة للحرب بهدف استخلاص الدروس تحسبا لاندلاع صراع عسكري مع دول الحلف وارسو في ذلك الوقت بقيادة الاتحاد السوفيتي على المسرح الأوروبي. وحسب نتائج الدراسة فإن السوفييت أدوا دورا مؤثرا ساعد المخططين المصريين في أن ينفذوا بإحكام خطة الخداع التي جاءت بعد دراسة دقيقة لتجربة الهزيمة أمام الكيان الصهيوني في حرب الأيام الستة في يونيو عام 67 بكل تفاصيلها. وتقول النتائج التي قدمت لقيادة الناتو في أول مارس عام 74 واعتبرت أحد وثائق الحلف البالغة السرية، أظهر التحليل العربي المصحوب بإرشاد من جانب مستشاريهم الروس لحرب يونيو 67 أنه إذا أراد العرب تحقيق أي نوع من النجاح ضد الكيان الصهيوني فلا بد أن يضمنوا أن تكون المفاجأة كاملة عن طريق أولا إخفاء نواياهم العدائية عن طريق تهيئة موقف سياسي وعسكري لا يؤدي إلى شن هجوم على كيان الصهيوني استباقي، ثانيا شن هجومهم قبل استكمال التعبئة لكيان الصهيوني. وتشير معلومات الناتو الاستخباراتية في ذلك الوقت إلى أنه خلال دراسة المصريين لحرب يونيو أوصى المستشار الروسي الكبير الجنرال فاسيليوفيتش بفترة يوم كيبور باعتبارها أفضل وقت للهجوم لتحقيق المفاجأة، واستندت النصيحة إلى أنه في هذا اليوم تتوقف الحياة بشكل شبه تام وفقا للتعاليم اليهودية المتبعة. وقالت في هذا اليوم يكون سكان الكيان الصهيوني في المنزل يتأملون ويصومون وتظل أجهزة المذياع مغلقة. وقال نتائج دراسة الناتو إنه باختيار الثانية بعد الظهر يوم الغفران ساعة الهجوم زاد عنصر المفاجأة أكثر، فإذا لم يحدث هجوم في الفجر يكون هناك ميل إلى الاسترخاء، إما الهجوم في الفجر فيتيح ضوء نهاري قليل لا يساعد في الاستفادة من المكاسب الأولية التي تتحقق. وهذا ما حدث بالفعل، فقد أربكت المفاجأة الكيان الصهيوني التي لم تستطيع انتزاع المبادرة على الجبهة الجنوبية المصرية إلا يوم 15 أكتوبر أي بعد 9 أيام من بدء العمليات وفقا لمعلومات الناتو. المصدر معانا كان من BBC، ويعني الواحد بيشعر بفخر لما يعني يعلم أن مصر قامت بنجاح في الانتصار في هذه الحرب وإكمال استعادة سيناء بالمفاوضات ورجع كل شبر من سيناء. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وخاص بالشأن الداخلي المصري والداخلية المصرية. تعلن الكشف عن تفاصيل سرقة فيلة ابنة وزيرة التخطيط والتنمية بمدينة 6 أكتوبر. كشفت التحريات والتحقيقات تفاصيل سرقة ألماس ومشغولات ذهبية من داخل فيلا ابنة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية في مصر في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة. وقال موقع قرار 24 إن المتهمين خططا لسرقة الفيلا أثناء تنظيف حمام السباحة. التحريات أشارت إلى أن المتهمين أعطيا المسروقات لوالدة أحدهم وزوجة الثاني للتصرف فيها وبيعها. وعندما عادت ابنة هالة السعيد وزيرة التخطيط من الأجازة الصيفية بالساحل الشمالي اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية وألماس من داخل فيلتها. وذكر الموقع أنه تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتبين من الفحص والمعاينة
أن المتهمين تسلل للفيلا عن طريق أحد النوافذ بالطابق الأرضي لعلمهما بعدم وجود أشخاص بداخلها. وكشفت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين يعملان في مجال صيانة حمامات السباحة مقيمين في منطقة صفت اللبن ببولاق الدكرور. وبعد تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف أن والده وشقيقه أحدهما باعتا المجهولات الذهبية تم إعادة المسروقة بعد بيع المتهمين لها، وبمواجهتهما اعترف بارتكابهما الواقعة، كما اعترف بتصرف والدة أحدهما وزوجة الثاني في المسروقات فتم ضبطهم وأرشد عن مكان بيع المسروقات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات. مصدر معانا كان من موقع القاهرة 24 المصري. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض لخبر آخر، وعاجل لواء مصري كبير يكشف عن تقرير سري حول الرئيس السيسي. تحدث اللواء السابق بالجيش المصري سمير فرج عن تقرير سري كتبه عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ 40 عاما في الجيش المصري. وقال سمير فرج خلال حديثه مع الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات حرب اكتوبر: انا كتبت في تقرير السري انك ضابط صاحب قرار وله مستقبل من 40 سنة. الرئيس السيسي قال اللواء سمير فرج كان يتمتع بالسمعة الطيبة والقدرة العلمية، وتعلمت منه أنه لا توجد مشكلة بدون حل بهدوء ويسر وفكر. أوجه لك كل التحية والتقدير يا فندم. ليرد اللواء سمير فرج: أنا بفتخر أنه في يوم من الأيام كنت مع سيادتك في الكتيبة. ليرد الرئيس السيسي: لا يا فندم، أنا اللي كنت مع حضرتك، عمر العين ما هتترفع عن الحاجب. المصدر معانا كان من المصري اليوم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. يعني هنا نجد يعني الرجل الشريف اللي عمره ما ينسى القائد بتاعه. يعني ربنا يحفظ الرئيس السيسي بإذن الله، لأنه رجل مخلص. يتقل مع بعض الخبر سريع معانا. وخبير عسكري يكشف سر التفوق العسكري المصري على الكيان الصهيوني في 6 أكتوبر. أكد خبير عسكري أن تفوق مصر على الكيان الصهيوني عسكريا في حرب أكتوبر جاء بسبب استخدام صواريخ سوفيتية مضادة للطائرات والدبابات، وبسبب كفاءة التخطيط وشجاعة المقاتلين. وأضاف الخبير العسكري المصري اللواء سمير راغب في تصريح لأرتي أن الكيان الصهيوني اعتمد في أكتوبر على تفوق قواتها الجوية وتحقيق السيادة الجوية على مسرح العمليات، وذلك بقدرتها على القيام بالغارات الجوية على القوات في الحد الأمامي للدفاعات وحتى العمق والاحتياط القريب، كذلك الوصول لأهداف في العمق مع العمل على حرمان المقاتلات المصرية من العمل ضد دفاعات قوات الكيان الصهيوني شرق القناة بما فيها استخدام الطائرات المضادة للدبابات، بالتوسع ضد العناصر المدرعة والميكانيكية مع الاستناد على مانع مائي ومواجهة محصنة بارتفاع 20 متر في خط بارليف. وتابع: لكن على الجانب الآخر تفوق الجيش المصري على فارق التسليح بكفاءة التخطيط وقدرة وشجاعة الفرد المقاتل والمفاجأة بكافة المستويات وخاصة في الفرد والسلاح الجديد من خلال استخدام كم هائل من الصواريخ السوفيتية المضادة للطائرات أرض جو والمدفعية المضادة للطائرات والمدفعية والصواريخ المضادة للدبابات. طبعا في تفاصيل كتير جدا وفي اسرار كتير جدا لم يكشف عنها حتى هذه اللحظة. يعني اللي احنا عرفناه عن حرب اكتوبر تقريبا عارفين 10% فقط عن ما حدث في حرب اكتوبر. طبعا في 90% من المعلومات احنا ما نعرفهاش، وطبعا لم يتم التصريح عنها باعتبارها معلومات سرية او ممكن يعني نستخدمها في وقت لاحق. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. أتمنى ما كنتش طولت على حضراتكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمين. ما تنسوش تتابعونا، لو أنت على اليوتيوب اضغط على زرار السبسكرايب، ولو أنت على الفيسبوك ما تنساش تضغط على زرار المتابعة الأزرق فوق الفيديو. كان معكم إسلام مرة أخرى، وأبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج تحية طيبة ليه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.